بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة وتعين الأضحية بقول هذه أضحية أو هذه لله ونحو ذي من القول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا اشترى شاة أو نحوها ينويها أضحية، ينويها بالشراء أضحية، فإنها لا تتعين ولا تجب عليه بمجرد النية. فلو اشتراها بنية أنها أضحية ثم إنه تراجع وقال: لا أريد أن أضحي هذه السنة، فله ذلك، إلا إذا كانت هذه الأضحية واجبة بذمته، كأن تكون نذرا أو وصية، فإنه إذا شراها بنية أنها عن النذر أو عن الوصية، إذا اشتراها بالنية فإنها تتعين ولو لم يتلفظ، فلا يجوز له أن يعدل عنها إلا إذا أراد أن يبدلها بأحسن منها. أما لو أراد أن يتراجع ويقول: لا أريد أن أضحي، فإنه يلزم بذبحها، لأنها واجبة في ذمته قبل التعيين، فإذا عينها بالنية تعينت، فيلزمه ذبحها. مثل الوقف، إذا وقف شيئا من ماله ثم قال: تراجعت، ليس له ذلك، لأنه إذا أوقفه خرج عن ملكه وصار لله ملكا خارجا عن ملكه. أما إذا صارت الأضحية، إذا كانت الأضحية متبرعا بها، ليست عن نذر وليست عن وصية، وإنما هو متبرع، فبمجرد شرائها ونيتها لا تتعين، له أن يتراجع. أما لو تلفظ وقال: هذه أضحية، تلفظ، إذا تلفظ وقال: هذه أضحية، وجبت ولو كانت متبرعا بها. إذا تلفظ وقال: هذه أضحية، خرجت عن ملكه ووجب عليه ذبحها، فلا يجوز له أن يتراجع. هذا معنى قوله: ويتعين بقوله هذا هدي أو هذا أضحية، بقوله يعني بتلفظه. نعم. يتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، يعني الأضحية المتبرع بها. أما الأضحية الواجبة من قبل كالنذر والوصية فهذه بمجرد شرائها ونيتها يجب عليه تنفيذها. نعم. أو هذه لله ونحوه من القول، ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيها النية المقارنة. بل لا بد من اللفظ. لا بد من اللفظ. نعم. فلم تؤثر فيها النية المقارنة للشراء كالوقف والعتق، كذلك الهدي. كالوقف والعتق، لو نوى وقف هذه الدار، نواه بقلبه ولم يتلفظ، لم تصر وقفا. لو كان عنده عبد مملوك ونوى أن يعتقه، لم يعتق بمجرد النية حتى يتلفظ ويقول: هذه الدار وقف، أو هذا العبد عتيق، فإذا تلفظ فإنه حينئذ يتعين عليه. نعم. وكذلك الهدي، ويتعين بإرشعاره أو تقليده مع النية. كما الهدي الذي يساق للبيت، إذا نواه مجرد نية فقط فإنه لا يتعين، وأما إذا صار مع النية شيء يدل على أنه هدي، كما لو أشعره، الإشعار علامة الهدي، يعني وضع عليه علامة تدل على أنه هدي،
أو قلده وضع عليه قلادة من عادة المهدين إلى الكعبة أن يشعروا الهدي أو يضعوا عليه قلادة تدل على أنه هدي. لا تحل شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد، المراد بالقلائد ما تقلده إبل أو ما تقلده الإبل المهداة، أن يوضع في رقابها قلائد، من رآها عرف أنها هدي فيتجنبها ولا يتعرض لها. فإذا وضع عليها العلامة مع النية تعينت، أما مجرد النية بدون وضع علامة فإنها لا تتعين. نعم. وكذلك الهدي ويتعين بإشعاره أو تقليده مع النية. نعم. كما لو أذن على باب بيته وأذن بالصلاة فيه. لو أنه فتح باب بيته، فتح باب بيته للصلاة وأذن، أذن يدعو الناس إلى الصلاة في بيته، فإنه يكون بذلك مسجداً ويخرج عن ملكه، لأن فتحه بابه ونداءه بالأذان عليه، فتح بابه للناس مع الأذان يدل على أنه جعله مسجداً فيخرج من ملكه ويصير وقفاً. أما لو أنه أذن للناس في الصلاة فيه فقط ولم يؤذن ولم يقل هذا وقف أو هذا مسجد، مجرد الإذن بالصلاة لا يصيره وقفا، لأن الناس يصلون أحيانا في بيوتهم إذا كان المسجد بعيدا أو فاتتهم الصلاة، فمجرد الصلاة لا يجعله وقفا حتى يكون مع الصلاة أذان أو فتح باب للناس عموم الناس، فهذا دليل على أنه جعله مسجدا. نعم. أسأل، ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها؟ إذا استأجر جزارا يذبح الهدي أو الأضحية أو العقيقة فإنه لا يعطيه أجرته من لحمها، لا يعطي الجزار أجرته من لحمها، وإنما يعطيه أجرته من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجزار أجرته من عنده ولم يعطه من لحم الهدي أو الأضحية. نعم. لأنه إذا أعطى الجزار شيئا من لحمها صار معاوضة وبيع، لأن الأجرة بيع، ولحوم الأضاحي أو الهدي لا يجوز بيعها لأنها خرجت من ملكه وصارت في سبيل الله، فإذا أعطى الجزار منها شيئا صارت أجرة، والأجرة معناها البيع. نعم. ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. نحن نعطيه من عندنا، دل هذا على أن الأجرة لا تكون من اللحم، لأن اللحم أصبح وقفاً في سبيل الله. ودل هذا الحديث أيضاً على أن جلود الأضاحي وجلود الهدي لا يجوز بيعها، وإنما توزع على المحتاجين، توزع على المحتاجين، لأنها أيضاً من الوقف. وكذلك الأجلة التي عليها، إذا كان عليها أجلال كانوا يجللون الإبل، إذا كان عليها أجلة فإنها أيضا تتبعها وتوزع. نعم. مسألة، والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويبدي ثلثها ويتصدق بثلثها. السنة في لحوم الأضاحي والهدي أن يقسمها ثلاثة أقسام، ثلث يأكله هو وأهل بيته، وثلث يهديه على جيرانه وأصدقائه هدية ولو كانوا أغنياء، وثلث يتصدق به على الفقراء، قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس فأطعموا القانع والمعتر، أطعموا القانع والمعتر.
القانع المحتاج الذي لا يسأل، والمعتر هو الذي يسأل. هذه السنة في لحوم الأضاحي والهدي أنها تكون أثلاثا، فإن لم يأكل منها شيئا وكلها تصدق بها وكلها أهداها فلا بأس. وأما لو أكلها كلها ولم يتصدق ولم يهدي منها شيئا فهذا خلاف السنة، هي تجزي، الإجزاء تجزي، لكن هذا خلاف السنة، لأن الله أمر بالأكل منها، كلوا منها، ما قال كلوها، قال كلوا منها. نعم. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. نعم. لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. السؤال. ويتصدق على السؤال بالثلث. نعم. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. نعم. ثلث لك يعني لأهل بيتك، وثلث لأهلك يعني لأقاربك، وثلث للمساكين الفقراء. نعم. وإن أكل أكثر جاز، لأنها سنة غير واجبة. لو أكل أكثرها أو أكلها كلها أجزعت، لكن يكون تاركا للسنة وناقص الأجر. نعم. مسألة: وله أن ينتفع بجلدها. الجلد يتصدق به، وإن انتفع به بأن دبغه استعمله للماء عنده، جعله قربة أو جعله راوية يستقي بها الماء فلا بأس، لكن لا يبيعه، الممنوع هو البيع. أما كونه ينتفع به أو ينتفع بصوفها أو وبرها فلا بأس بذلك. نعم. وله أن ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال والحفاء والفراء والأسقية، لكن لا يبيعه، إنما يستعمله، يصنعه لاستعماله أو يصنعه ويهديه لأقاربه، لأقاربه أو لأصدقائه، أما البيع هو الذي لا يجوز. نعم. ويدخر منها. يجوز أن يدخر من لحم الأضحية، لأن النهي عن الادخار كان في أول الإسلام لما كان الناس بحاجة، وكان القادمون إلى المدينة كثير، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ليس عنده شيء، أول ما هاجر ليس عنده شيء، ولذلك نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل أن يتوسع الناس والفقراء بالأكل، يدفع الحاجة من أجل الدافة، نهى عن ذلك من أجل الدافة، يعني من أجل أهل الحاجة. فلما وسع الله على المسلمين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الجهاد، وصار عنده ما يطعم الضيوف، حينئذ رخص ادخار لحوم الأضاحي لمن شاء. نعم. ويدخر منها بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوها ما بدا لكم. رواه مسلم. كنت نهيتكم يعني في أول الأمر، فأمسكوها، هذا ناسخ للنهي السابق، لأن العلة زالت وهي الفقر والحاجة. نعم. ولأن الجلد جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به كاللحم، كما أنه يأكل من لحم أضحيته يجوز أن ينتفع بجلدها، إنما الممنوع البيع فقط. نعم. ولا نعم. إذا كان هناك حاجة بالناس. نعم. نعم. ولا يبيع جلدها. نعم. لأنه لا يجوز بيع شيء منها، والجلد جزء منها. لا يباع شيء منها لأنه وقف، والوقف لا يباع. الوقف لا يباع. نعم. مسألة: ولا يجوز أن يبيع شيئا منها، لأنه لا يجوز أن يعطي الجازر في أجرته شيئا منها،
للخبر، فكذلك لا يجوز أن يبيع شيئا منها، لأن الإجارة بيع، لأن الإجارة نوع من البيع. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الجزار أجرته منها، فكذلك البيع لأنه معاوضة. نعم. لا بس إذا أعطى الجلد لفقير أو لصديق أو غيره فالمعطى يجوز له أن يبيعه، إنما الممنوع من البيع هو صاحب الوضح، الممنوع من البيع المضحي فقط، أما من أعطي الجلود يجوز أن يبيعها. نعم. الهدي إن كان تطوعا كهدي التمتع والقران هذا واجب، يجوز الأكل منه أيضا وإن كان واجبا، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهدي التطوع هذا يأكل منه. الهدي على ثلاثة أقسام، هدي تطوع هذا يأكل منه ويطعم ويهدي، وكذلك هدي التمتع والقران أيضا وإن كان واجبا فإنه يأكل منه ويطعم ويهدي. النوع الثالث هدي الجبران، ما وجب على الحاج والمعتمر جبرانا بسبب ترك واجب أو فعل محظور، فهذا لا يأكل منه شيئا لأنه كفارة، والكفارة لا يجوز للمكفر أن يأكل منها شيئا، بل يخرجها كلها للمساكين. فإذا كان الهدي عن ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة، أو كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام، فإنه يجب عليه توزيعه ولا يأكل منه شيئا لأنه كفارة، بخلاف التطوع وهدي التمتع والقران هذا ليس كفارة، يجوز أن يأكل منه. نعم. فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببرعة فطبخت وأكل من لحمها وحسى من مرقها، في حديث جابر رضي الله عنه. مسألة. الحاصل أن الهدي إن كان جبرانا لم يأكل منه، وإن كان غير جبران أي أنه يأكل منه، هذه هي القاعدة. نعم. مسألة. ولا يأكل من واجب إلا من هدي التمتع والقران. نعم. لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هدي التمتع والقران ليس جبرانا، ليس هو عن نقص حصل في الحج أو العمرة، إنما هو شكر لله سبحانه وتعالى، فهو إن كان واجبا فإنه يستحب أن يأكل منه لقوله تعالى فكلوا منها. نعم. ولا يأكل من واجب إلا من هدي التمتع والقران، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات إلا عائشة، فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج على العمرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، قالت فدخل علينا لحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. نعم، لأن البقرة تجزي عن سبعة، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن أزواجه بقرة وأدخل عليهم من لحمها، دل على أنه يأكل من هدي التمتع وهدي القران. نعم، لأنه ليس جبرانا وإنما هو شكر لله سبحانه وتعالى على أداء النسكين في سفر واحد. نعم. ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية، ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة. نعم. فلا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة، فلم يجوز الأكل منه. يعني لو ذبح عن ترك رمي الجمار مثلا، أو عن ترك المبيت بمزدلفة، أو ذبح عن الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، هذه كلها دماء عن واجبات تركها فلا يأكل منها. كذلك لو ذبح عن فعل محظور، كما لو ذبح عن جماع أو عن مباشرة وهو محرم، أو عن قتل صيد، هذه كلها عن فعل محظور فلا يأكل منها لأنها كفارات. نعم.
ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة، فلم يجز الأكل منه كفارة اليمين. كفارات لا يجوز أن يأكل منها، سواء كفارات في الحج والعمرة أو كفارات أيمان لا يأكل منها شيئا، أو كفارة قتل، كفارة أيمان، كفارة القتل ما فيها ذبح، ما فيها أكل. نعم. وعنه له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد، والأول هو الراجح. نعم. وروت أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. هذا من أحكام الأضحية، وهو أن من أراد أن يضحي فإنه إذا دخل عشر ذي الحجة فإنه يمسك عن أخذ شيء من أظفاره أو شيء من شعره حتى يذبح أضحيته، فإذا أخذ شيئا من هذه المذكورات متعمدا فإنه يأثم، ولكن ليس عليه فدية، يأثم عليه أن يستغفر ويتوب من هذا الشيء. أما لو أخذ ذلك جاهلا أو ناسيا فإنه لا إثم عليه. نعم. نعم. الله أعلم. لعل الحكمة والله أعلم تشبه بالمحرم، تشبه بالذي ساق الهدي، الذي ساق الهدي لا يأخذ، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلعل الأضحية شبهت بالهدي. نعم. الذي يريد أن يضحي عنه وعن غيره، يريد أن يضحي، يبي يذبح أضحية عن نفسه وعن أهل بيته، هذا لا يأخذ شيء. أما المضحى عنه فهذا لم يرد فيه منع، المضحى عنه لم يرد أنه ممنوع، إنما الممنوع هو المضحي فقط الذي يدفع ثمن الأضحية أو يشتري الأضحية أو الأضحية من ماله، هذا هو الذي يمنع. أما من أشرك في الأضحية من أهل البيت أو الأقارب أو فليس عليهم منع في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى المضحية فقط. وكلمة أو يضحى عنه في بعض كتب الفقه هذه ليست حديثا وإنما هي من كلام الفقهاء. نعم. نعم. إذا أراد يضحي عن نفسه أو نعم فإنه أو يضحي عن نفسه وعن غيره، إذا أراد أن يضحي عن نفسه فقط أو عن نفسه وعن غيره، كأن يضحي عنه وعن أهل بيته أو عنه وعن والده المتوفى أو أمه المتوفى، إذا أراد أن يشرك نفسه إنه لا يأخذ من شعره. أما إذا أراد أن يضحي عن غيره ولا يشرك نفسه فيها فهو غير ممنوع. نعم. ها؟ يأخذ إذا الحاج المتمتع وهو يريد يضحي، إذا أراد أن يتحلل من العمرة يقصر من رأسه لا بأس، لأن هذا نسك، لأن التقصير نسك، فلا يمنعها حكم الأضحية. نعم. لكن لا يأخذ من أظفاره شيء، ولا يأخذ من بقية شعوره شيء، لا يقص شاربه ولا يأخذ إبطيه ولا بقية الشعور يتركها، إنما يقصر من رأسه من أجل التحلل من العمرة فقط. نعم. نعم. إن كانت الأضحية عنه فإنه لا يأخذ ولو وكل من يضحي عنه، إذا كانت الأضحية عنه وهي من ماله فإنه لا يأخذ من شعره، لأنه مضحي، يقال له مضحي ولو وكل من يذبحها. نعم. باب العقيقة. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، هذه العقيقة التي تذبح عن المولود يسميها العوام تميمة، هذه سنة، هذه سنة من الذبائح المسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما وقال إن الغلام مرتهن بعقيقته حتى تذبح عنه، فذبح العقيقة عن المولود سنة، ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة،
الحكمة فيها والله أعلم أنها شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة المولود، لأن الذرية نعمة من الله سبحانه وتعالى، فالعقيقة شكر لله، وأيضا لها تأثير على المولود بالخير والبركة وحفظه من الشيطان، لأنها عبادة، عبادة لله عز وجل، والعبادة فيها بركة على المولود وعلى الوالد وعلى أهل البيت، عبادة هو القصد منها اللحم، القصد منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتنفع المولود بأنها تطرد عنه الشيطان، لأنها عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى، وذكر الله يطرد الشيطان. نعم، هذه الحكمة فيها. ومقدار ما يذبح، يذبح عن الغلام يعني عن الذكر يذبح عنه شاتان، ويذبح عن البنت شاة واحدة، لأن الأنثى على النصف من الذكر في الميراث والدية والشهادة، وكذلك العقيقة هي على النصف من الذكر. وأما وقت ذبحها فالأفضل يوم السابع من ولادته، هذا هو الأفضل، الأفضل أن يذبحها يوم السابع من ولادته، وإن تأخرت عن السابع فلا بأس، إن تأخرت عن اليوم السابع فلا بأس، لو ذبحها يوم ثامن، يوم عشرة، يوم عشرين، ذبحها بعد شهر، بعد شهرين، ما يخالف، لا بأس بذلك، المهم أنه يذبحها. وأما ما يفعل بها فهو مثل ما يفعل بالأضحية أثلاثا، هذا هو السنة. نعم. باب العقيقة مسألة، وهي الذبيحة عن المولود، وهي سنة لما روى، سنة يعني ليست واجبة، من فعلها فله أجر ومن تركها فلا حرج عليه. نعم. وهي سنة لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويخلق رأسه، رواه أبو داود. رهينة بعقيقته، يقول العلامة ابن القيم معنى رهينة أنه إذا لم تذبح عنه العقيقة فإنه قد يتسلط عليه الشيطان، فدفع الشيطان عنه مرهون بذبح العقيقة، دفع الشيطان عن المولود مرهون بذبح العقيقة، فإذا لم تذبح عنه فإنه حري أن يتسلط عليه الشيطان. وليس معنى رهن بعقيقته أنه محبوس عن الشفاعة كما قاله بعض الناس، هذا لا أصل له، وإنما هو رهن يعني فكاكه من الشيطان، إنما هو بالعقيقة. نعم. لغلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويخلق رأسه. كل غلام رهينة بعقيقة بعقيقته. نعم. عقيقته. كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه. نعم. يوم سابعه ويسمى ويخلق رأسه، رواه أبو داود. استحب في اليوم السابع هذه السنن، أنه تذبح عنه العقيقة، وأن يسمى، وأن يحلق رأسه إن كان ذكرا، يحلق رأسه إن كان ذكرا، لأنه حينما يولد يكون عليه شعر، يكون على رأسه شعر، فيسن حلقه يوم السابع، حلق هذا الشعر الذي ولد وهو على رأسه، هذا سنة. وأصل العقيقة في اللغة هذا، أصل العقيقة هو الشعر، شعر الرأس الذي يولد مع الطفل يسمونه عقيقة، فإذا حلق قالوا أزال عنه العقيقة، أما إذا بقي قالوا عليه عقيقته، يعني عليه شعر رأسه الذي ولد معه لم يحلق. نعم. عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شات، لما روت أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله. هذا نصاب العقيقة، نصاب العقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، والحكمة أن الأنثى على النصف من الذكر. نعم. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة، رواه أبو داود. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: السنة شاتان متكافئتان،
وعن الجارية شاب متكافئتان يعني متساويتان في السلامة من العيوب ومن والحسن والسمن وغير ذلك، متكافئتان يعني متساويتان، ما تكون واحدة أحسن من الأخرى. نعم. أو تكون واحدة سليمة والأخرى مريضة، ما يصلح هذا. نعم. وعلى الجارية شاة تطبخ جدولا، جدولا تطبخ جدولا، جدولا يعني أعضاء، يعني لا تكسر عظامها وإنما تطبخ أعضاؤها على أعضائها بدون تكسير. هذا كلام الفقهاء ولكن لا دليل عليه، لا مانع من تكسير عظامها، يقولون تفاؤلا بسلامة المولود، لكن هذا لا دليل عليه، بل يصنع بها مثل ما يصنع بسائر الذبائح. نعم. تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها، ويأكل ويطعم ويتصدق. هذا السنة فيها مثل ما قيل في الأضحية أنها أثلاث، يأكل منها ويطعم الفقراء ويتصدق ويهدي على الجيران. نعم. إذا عدم عليها وثلاثة عزم عليها يعني جمع الناس عليها يكفي إن شاء الله لا بس. نعم. ها؟ لا الأفضل يوزعها، الأفضل يوزعها، لأن الناس كونك تعطيهم لحم يتصرفون فيه أحسن من كونك تعزمهم على لحم مطبوخ. نعم. وذلك في اليوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا. حلق رأسه هذا سنة لا بأس، لكن تصدق بوزن شعره ورقة يعني فضة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيه شيء، تصدق لم يثبت فيه شيء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبش كبش، وأنه تصدق بوزن شعرهما ورقة رواه سعيد. هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فات في 14 إن فات يوم سبعة ففي السبعة الثانية، إن فات يوم سبعة من الولادة ففي السبعة الثانية وهي يوم 14، فإن فات ففي السبعة الثالثة وهي يوم 21، فإن فات 21 فكل الأيام سواء اذبحها متى شاء. نعم. فإن فات ففي 14 نعم. فإن فات ففي 21 يعني في الأسبوع الثالث، السنة أن تكون في الأسبوع الأول، أن تكون على رأس الأسبوع الأول، فإن فات الأسبوع الأول تكون على رأس الأسبوع الثاني، فات الأسبوع الثاني تكون على رأس الأسبوع الثالث 21، فإن فات 21 تساوت الأيام اذبحها متى شاء. نعم. عفى الله عنك، في ثلاثة أيام 21 و14 يوم سبعة ولا بالأيام نفسها؟ يوم سابع يوم 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 14 يعني يوم الثلاثة أيام يوم سبعة من ولادته، يوم 14 من ولادته، يوم 21 من ولادته، واضح هذا. نعم. لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، أخرجه الحسين بن يحيى ابن عياش القطان، فسأله وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما. تقدم الكلام على الجدول، تنزع جدولا يعني أعضاء غير مكسرة، وقلنا إن هذا لا دليل عليه، والصحيح أنها يفعل بها كما يفعل في بقية الذبائح. الأضحية تكسر أعضاؤها ما في بس، العقيقة مثلها، الهدي تكسر أعضاؤه كذلك، الهدي نعم وكذلك العقيقة. نعم. السلام عليكم. عائشة لم يثبت عنها اللي هو ما بعد وصلنا. نعم. 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 ما ثبت. نعم. المهم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما في حديث عائشة تفاؤلا بسلامة أعضائه. الله أعلم. نعم. وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك قياسا عليها. حكمها حكم الأضحية في كل شيء حتى في هذا وهو كسر العظام، هذا هو الصحيح. نعم. كتاب البلوغ والجهاد وينه؟
نعم. طيب، لما انتهى المصنف رحمه الله، لأن الموفق بن قدامة من المؤلفين القدامة على طريقة المؤلفين القدامة، أما المؤلفون المتأخرون فيذكرون الجهاد بعد الحج، لأن الجهاد من العبادات فيذكرونه، هو آخر العبادات في الفقه، ولكن المؤلفون المتقدمون يجعلون الجهاد في آخر الفقه. هذا اصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. لما انتهى المؤلف رحمه الله من العبادات انتقل إلى القسم الثاني من أقسام الفقه، وهو البيوع، وهو قسم المعاملات. والمعاملات أولها البيوع، جمعها على بيوع، لأن البيوع أنواع، منها بيع صحيح ومنها بيع فاسد، لذلك جمعها، لأن البيوع أقسام كما يأتي، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. والبيوع جمع بيع، والبيع في اللغة مأخوذ من مد الباع وهو اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده للآخر، مثل البيعة، بيعة السلطان سميت بيعة لأن الرعية يبايعون السلطان، بمعنى أنهم يمدون أيديهم ليده ويتصافحون. كذلك البائع والمشتري، كان من العادة أنهم أيضا يتبايعون، بمعنى يمد بعضهم يده للآخر ويتصافحون عند البيع. هذا معنى البيع لغة، مأخوذ من مد الباع وهو اليد، ومنه البيعة للإمام. أما في الشرع فالبيع هو مبادلة المال، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، مبادلة المال بمعنى أن البائع يدفع المبيع للمشتري، والمشتري يدفع الثمن للبائع. هذا معنى البيع، المبادلة، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. ولما كان الإنسان بحاجة إلى طلب الرزق من أجل أن يستعين به على العبادة، لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بالعبادة إلا إذا كان عنده ما يستعين به من الطعام والشراب والكسوة والمسكن، وهذا لا يحصل إلا بالاكتساب، هذا لا يحصل إلا بالاكتساب. و أحسن وجوه الاكتساب وأنفعها البيع والشراء، البيع والشراء، أنه من أشرف وجوه الكسب البيع والشراء، لذلك بدأ به. والأصل في البيع الحل، الأصل في البيوع أنها حلال، قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا البيع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا هو البيع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية البيع والشراء، وأثنى صلى الله عليه وسلم على التاجر الصدوق، أثنى على التاجر الصدوق، وأخبر أن المتبايعين إذا صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب وكتما محقت بركة بيعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى قبل البعثة، كان يبيع ويشتري قبل البعثة، خرج في مال إلى الشام لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وباع واشترى عليه الصلاة والسلام. كذلك بعد البعثة
كان يبيع أحيانا ووكل من يشتري له عليه الصلاة والسلام، وكل من يشتري له أضحية، وكل في البيع والشراء، فالبيع مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين، والحاجة تدعو إليه، الحاجة تدعو إليه، لأنه قد يكون مع الإنسان ثمن وليس معه سلعة، قد يكون الإنسان محتاج إلى الطعام والشراب ومعه نقود لكن ما معه طعام ولا شراب، هو يحتاج إلى الحصول على الطعام والشراب، ليس والثاني معه طعام وشراب ولكن ليس معه نقود، فهو بحاجة إلى النقود. يكون بعض الناس معه سلع ولكن ليس معه نقود، والآخر بالعكس معه نقود وليس معه سلع، فالوسيلة هي البيع، الوسيلة لوصول كل واحد منهما إلى مصلحته هو البيع، لينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة. هذه الحكمة من مشروعية البيع، فالفطرة والعقل والحكمة تقتضي جواز البيع والشراء أيضا بعد الكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ما أحل الله البيع، البيع معاوضة المال بالمال لغرض التملك. هذا التعريف معاوضة، مبادلة أو معاوضة معنى واحد، مبادلة أو معاوضة المال بالمال، المال بالمال يعني الثمن بالمثمن، تمليكا باب التمليك، يعني المشتري يملك السلعة والبائع يملك الثمن، هذا هو البيع. نعم. والبيع معاوضة المال بالمال لغرض التملك. نعم. مسألة: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. ما يجوز بيعه؟ كل ما يتملك، كل ما يصح تملكه صح بيعه، كالحبوب والثمار والثياب والدواب، حيوانات والبيوت والمراكب، كل ما صح تملكه صح بيعه، أما الشيء الذي لا يصح تملكه فإنه لا يصح بيعه، كالخمر والخنزير والكلب هذا لا يصح تملكه، وسائر الأشياء المحرمة وآلات اللهو كل هذه لا يجوز بيعها لأنها لا يصح تملكها ويجب إتلافها، يجب إتلافها، فالمواد التي يصح تملكها يجوز بيعها، والمواد التي لا يصح تملكها لا يجوز بيعها، كالمحرمات الخمر والخنزير والميتة والأصنام والمخدرات بأنواعها والدخان، كل هذه محرمات لا يجوز تملكها يجب إتلافها، آلات الله بجميع أنواعها كالمزامير والمعازف والعود وما أشبه ذلك مما يستعمل للملاهي، كل هذه مواد غير محترمة يجب إتلافها، كذلك الصور لا يجوز بيعها لأنها محرمة، ولا سيما الصور الخليعة، كتب الإلحاد والزندقة لا يجوز بيعها، المجلات الخليعة لا يجوز بيعها ولا شراؤها يجب إتلافها، فالقاعدة أن كل ما يصح تملكه يصح بيعه وكل ما لا يصح تملكه لا يصح بيعه، هذه هي القاعدة. نعم. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، فيه نفع مباح، يخرج ما فيه نفع محرم. نعم. ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. اشترط لصحة البيع شروط لا بد أن تتوفر، الشرط الأول أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه، مأذونا له فيه بالوكالة مثلا، يعني إما أن يكون مالكا له أو نائبا عن المالك، نائبا عن المالك، فإن كان المبيع ليس ملكا للبائع ليس عندي فأمضي وأشتريه من السوق، قال له صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فإذا كان وقت العقد المبيع مملوك للبائع صح، أما إن كان عند وقت العقد المبيع ليس في ملك البائع
وإنما عقد على شيء ليس في ملكه ثم ذهب واشتراه بعد العقد فهذا بيع باطل لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، سواء كان الثمن أو المثمن، لا بد أن يكون الثمن ملكا للمشتري والمثمن وهو المبيع ملكا للبائع وقت العقد. نعم، هذا الشرط الأول. أو مأذونا له فيه، يعني وكيل، وكيل في البيع أو في الشراء، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، فإذا وكله على بيع بيته أو سيارته أو مزرعته أو طعامه صح، ويكون الوكيل قائما مقام الموكل، قوله لأنه صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له أضحية. وكذلك المشتري لو وكل من يشتري له صح ذلك، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. لو وكلت من يشتري لك كتاب، يشتري لك بيت، يشتري لك سيارة وفعل، صح هذا لأنه نائب عنك. نعم نعم، شفهية أو كتابية أو المهم أنها وكالة، وكالة شرعية. نعم. ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. نعم، لو باع شيء ما هو في ملكه، باع شيء ما هو في ملكه وقال أروح واشتريه أنا، ما لك شغل، أنا أروح واشتريه وأجيبه لك، نقول هذا بيع باطل. أو قال أنا أبيعه على ملك فلان، أبيعه على ملك فلان، يمكن أنه ما يخالف، أنا بعت عليك دار زيد لأن يمون عليه، وهذا جابت ثمن الآن وهو صديق لي وأنا أمون عليه، أروح لمه وأقول له أني بعت بيتك، نقول لا هذا بيع باطل لأنك بعت ما لا تملك ولم يؤذن لك فيه، وهذا ما يسمى بتصرف الفضولي، تصرف الفضولي وهو الذي لم يوكل في البيع والشراء. نعم. لا ما يصح بعد ذلك؟ لا، لأن يعني وقت العقد منعه إذن، وقت العبرة بوقت العقد، فالإذن المتأخر لا يكفي. نعم. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. بغير إذنه، نعم، يعني بغير إذنه وقت العقد. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك، هذا هو الدليل، لا تبع ما ليس عندك، إن كان الشيء في ملكك وقت العقد تبع، إذا لم يكن في ملكك فلا، لا تبع ما ليس عندك. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم، نقف على هذا. نعم. ما يصح هذا، لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا هو محل بحثنا الآن، هذا ما يجوز لا للشركات ولا للأفراد ولا إلا إذا كانت السيارات في ملكهم وقت العقد. نعم، اللي عنده سؤال يكتب أحسن، اللي عنده سؤال يكتب، هذا أنا موكلين واحد يجمع الأسئلة. نعم. الشيخ فقط الله، هناك بعض الحجاج يجعلون الجزار يذبح الذبيحة ثم يقول الحاج للجزار خذها أو يتركها الحاج، ما حكم عمله هذا؟ بعض الحجاج إيش؟ هناك بعض الحجاج، هناك بعض الحجاج يجعلون الجزار يذبح الذبيحة، نعم، ثم يقول الحاج للجزار خذها أو يتركها الحاج، ما حكم عمله هذا؟ إذا أعطاها الجزار والجزار محتاج فلا بأس بذلك، إذا كان الجزار محتاجا لها فقيرا أو وكله في توزيعها فلا بأس بذلك، أما أنه يذبحها ويتركها ويروح يخليها ما يدري هي وكلت ولا نسفت مع القمائم هذا لا يجوز، لا بد أنه إما يوزعها ولا يوكل واحد يوزعها، أما أنه يذبحها فقط ويروح ويخليها ما يدري وش صار عليها ربما تنسف مع القمامات هذا لا يجوز. نعم نعم، اكتب السؤال يا أخي. نعم. وما حكم بيعها من قبل الجزار؟ الجزار ما يخالف، قلنا إذا أعطي شيء يجوز له يبيعه، إنما الممنوع من البيع هو صاحب الذبيحة فقط، أما من أعطيت له يتصرف فيها إن شاء أكلها وإن شاء باعها وإن شاء أهداها. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم قبل قليل أن جلود هدي الجبران تعطى إلى الضعفاء والفقراء. كل الهدي، ما هو بس الجبران، جلود الهدي كله والأضاحي كلها لا تباع، والعقيقة كلها لا تباع،
وإنما ينتفع بها صاحبها أو يعطيها لمن ينتفع بها. نعم. وذكرت قبل قليل أن جلود هدي الجبران تعطى إلى الضعفاء والفقراء، وفي وقتنا الحاضر نرى أن جلود الهدي تأخذها الشركات لدبغها، فما هو الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، أن الشركات تأخذها تصلحها وتتصرف فيها. يقولون أنهم يجمعونها وأنهم يبيعونها ويصرفون ثمنها للفقراء للإغاثة في الخارج، الفقراء المسلمين، وهو ما يسمى بالإغاثة، كما أن اللحوم تصدر أيضا للإغاثة، لا بأس بذلك. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ذبح العقيقة في اليوم العاشر؟ لا بأس، إنما كونها في السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أفضلية، أما لو ذبحها حتى في اليوم الأول من الولادة أو الثاني ما في بأس. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن البقرة تجزئ عن سبعة، فهل يجوز أن أذبح بقرة إذا كان عددها سبعة؟ نعم، إذا كان عددكم سبعة في الهدي الحج أو في الأضحية فلا بأس بذلك. أما العقيقة لا، العقيقة ما تقبل الاشتراك، العقيقة تخالف الهدي والأضحية لأنها لا تقبل الاشتراك، فلا يمكن أنك تعق عن سبعة مواليد ببقرة أو ببعير، بل كل البعير أو كل البقرة يكون عن واحد فقط، هذا في العقيقة. نعم. وما حكم من أعطى الجزار مالا بدلا من اللحم؟ جزاه الله خير، يعطي الجزار أجرته ما شاء من نقود أو من لحم، اللحم لا، من الأضحية لا، ما يعطيه من الأضحية أجرة، ما يعطيه على أنه أجرة، ما يعطيه منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي ذبح لي عقيقة واحدة، فهل يلزمني أن أذبح الثانية علما أنها منه؟ تكفي الواحدة إن شاء الله، تكفي الواحدة إن شاء الله، ولا يلزمك شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت الآن شاتين، فقلت إن شاء الله سوف أضحي بواحد منهما، ولكن طرأ علي أن أحج هذا العام إن شاء الله، فماذا يجب علي لو حججت ولم أضحي؟ ما دام أنك قلت هذه أضحية، سمعت أنت قبل قليل أنه إذا قال هذا هدي أو هذا أضحية يتعين، فلا يجوز له يغير إلا بما هو أحسن منه، فيتعين عليك هذه الأضحية أن تذبحها وقت الأضحية، تذبحها إذا جاء وقت الأضحية لأنها تعينت صارت خرجت من ملكك. نعم. لو ماتت، لو ماتت ما عليه، ما بدون تفريط منه، إذا ماتت بدون تفريط منه ما عليه شيء، مريضت وماتت ما عليه شيء، وكل من يذبحها ما يخالف، ما في إشكال. نعم. شلون سنتين ولا عينت؟ قلت واحدة من هذه الثنتين أضحية، تختار أنت تعين، أنت تعين. نعم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بلغ الشخص الحلم ولم يذبح عنه، فهل يذبح وهل يجوز أن يأكلها أو يهديها فقط؟ لا، هو ما يذبح، هو ما يذبح، لأنه من الأحكام المتعلقة بالوالد، ما تعلق بالولد، هي من الأحكام المتعلقة بالوالد لا تتعلق بالولد، فهو ما يذبح عن نفسه. نعم. إذا صار فقير ما عليه شيء أصلاً، ما في شيء. نعم. ما في شيء، ما عليه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كبر الشخص وتسلطت عليه الشياطين، فهل الأفضل له أن يذبح عقيقة عن نفسه؟ لا، يتعوذ بالله من الشياطين ويحافظ على الصلاة والعبادات وتزول عنه الشياطين بإذن الله. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز العقيقة لما دون الشاك مثل الدجاج؟ لا، ما يجوز إلا بالشاة أو البقر أو الإبل، أما الدجاج والأرانب والضباء ما تجزي، كلها ما تجزي، لأن الله خص بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فمحل التقرب هو بهيمة الأنعام. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا لم يحلق شعر البنت حين الولادة، وما الحكمة من ذلك؟
لأن البنت يحرم، لأن الأنثى يحرم حلق شعرها إلا لمرض، الأنثى يحرم حلق رأسها إلا لمرض أو علاج، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، إنما الحلق للرجال فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشرت في السنوات الأخيرة أيام عيد الأضحى سندات شركات الراجحي للأضاحي والهدي، فما حكمها وهل تجزي الحاج المتمتع والقارن؟ نعم، هذه السندات معتمدة من قبل صندوق البنك الإسلامي، والبنك الإسلامي معمد من جهة الحكومة بفتوى من هيئة كبار العلماء، هذا تيسير على الناس في الحج، لأن الحج زحمات وأكثر الناس عاجزون عن الذهاب للمنحر، فهم رأوا أن تقوم شركة تتولى هذا الشيء نيابة عن العاجزين، ويدفع الحاج هذه النقود ويشترى بها له، تشتري الشركة نيابة عنه وتذبح عنه، فهذه الشركة مبنية على فتوى من هيئة كبار العلماء، صار فيها تيسير على الحجاج، دفع للمشقة عنهم، ولكن مع هذا كونه هو يتولى ذبيحته ويذبحها أحسن، ما في شك. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أحد الأشخاص تزوج فأخبرته زوجته أن والدها لم يذبح عنها عقيقة، فما العمل والحالة هذه؟ راحت، ما فيها شيء، عقيقة راح وقتها، ما فيها شيء، تبقى مع زوجها والحمد لله، لم تعجز. نعم. نعم. لوقت العقيقة حد. إيه، وقت الصغر يعني، وقت الصغر. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، كلب الصيد وكلب الحراسة إذا استغنى عنه، لأن هذا له سبب كلامي هذا، لأن كنا في المواقيت وقت الحج، كان يجينا ناس يقولون إنهم قالوا لنا لا تحرمون إلا ذابحين تمايمكم، اللي ما تمم عنه ما يصح يحرم حتى يذبح، راحوا يدورون غنم يذبحون بالميقات، هذا من فتاوي الجهال وفتاوي العوام، هذا لا أصل له، العقيقة سنة إن ذبحت الحمد لله، وإما ذبحت فليست بواجبة. نعم. قالوا لهم لا تحرمون إلا أنتم متأكدين إنهم تمم عنكم، ما تمم عنكم ما لا تحرمون، مساكين راحوا يدورون غنم يذبحون. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، كلب الصيد وكلب الحراسة إذا استغنى عنهما صاحبهما هل يجوز بيعهما؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ثمن الكلب حرام، لكن الشارع رخص الكلب للحاجة، للصيد وللحراسة و نعم للصيد وللحراسة، حراسة الماشية أو حراسة الزرع أو للصيد، أما البيع فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، كلهم نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ما يخالف، يعطيه الغير وما يخالف، يعطيه الغير مجاني ما يخالف، أما البيع ما يجوز، ثمن الكلب حرام. نعم. ولا شراءه، كلاب واجد يا أخي، وشو له تشري، راح وخذ من الكلاب اللي تبي. ها؟ إيه، دور واحد وعلمه أنت، يقبل التعليم، هو يقبل التعليم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، صاحب المحل وكلني ببيع وعرض ما لديه بالمحل على أن أبيع بسعر مفرط وأعطيه سعر الجملة. خلوا بعد الأذان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، صاحب المحل وكلني ببيع وعرض ما لديه بالمحل على أن أبيع بسعر مفرط وأعطيه سعر الجملة، هل يصح ذلك؟ حسب ما تتفقون عليه، إذا اتفقتم على شيء فهذا راجع إليكم، إذا وكلك تبيع ما في محله وتدفع له سعر الجملة وتأخذ أنت ما زاد عن سعر الجملة من بيع المفرق يكون مقابل تعبك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم،
إلا أنه يمكن أن يقال إن يكون هذا أجرتك تكون مجهولة، لأنه ما يدرى ما بين سعر الجملة وسعر المفرق. فالأحسن يحدد السعي، تبيع له بالسعي وتعطيه ثمن سلعه، وأن تأخذ السعي المعتاد الذي يأخذه السماسرة في السوق، هذا هو الأحوط والأبعد عن النزاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم فيما تعمله بعض الشركات حيث أن من أراد شراء سكن يقولون له اذهب، فإذا وجدت المسكن المناسب فأخبرنا به ونحن نشتري السكن ونكتبه في ملكنا، وإذا أردت أن تشتريه من عندنا بعناك، وإذا رجعت فلا نلزمك، فما الحكم في ذلك؟ هذا كلام، قولهم إذا رجعت ما نلزمك، وقولهم كل هذا كلام وحيلة، ما يجوز. إن كانت البيوت والأراضي عندهم أو السيارات عندهم وقت العقد، وعقدوا لك على شيء يملكونه وقت العقد، فلا بأس. أما هالحيل وهالكلام هذا كله حيل، ما هو صحيح، لا يجوز هذا. وهذا واقعين فيها الناس الآن، البنوك وبعض الشركات، لكنه لا يجوز، لأنه يحوم كله على بيع ما لا يملكون، وعلى أيضاً على الربا، وهو أنه يدفع الثمن عنك من باب القرض ويأخذ عليه زيادة. لا، ما يجوز هذا. يجب أن تكون المعاملات واضحة صريحة، ليس فيها التواءات وغموض. اللي يريد أنه يبيع ويشتري بالعقارات أو بالسيارات تكون المبيعات عنده موجودة في ملكه، ومن جاءه يريد الشراء يبيع عليه. هذا هو الطريق الأسلم والواضح. أما الالتواءات والحيل والكلام اللي ما هو بصحيح، يقولون الكلام هذا لكن ما هو بصحيح، إلا يتم العقد ويلزمون الزبون، إذا أراد يهون يلزمونه أو يأخذوا منه مبلغ من المال مقابل تنازله، هذا لا يجوز. نعم. الشزون. نعم. الذي وقع مثل هذا الشزون يعيد البيع ويعيد العقد. ما يطيعونه، يروح للمحكمة. إذا قبلوا يأخذونه يرجعوا عليهم، إذا ما قبلوا يروح للمحكمة. فيه بيع ما لا يعتبر بيع ما لا يملكه، يعتبر أيضا من ناحية ربا، لأنه عبارة عن أنها أقرضك ثمن البيت اللي شريته ويأخذ زيادة عليه، أقرضك إياه ودفعه للبايع وبعدين يسترده منك هو بزيادة، هذا الربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للبيع شروطا منصوصة من الشارع؟ شروط سبعة سيأتي. أخذنا الشرط الأول وهو أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، هذا أخذنا الشرط الأول، باقي ستة شروط ستأتي وكلها عليها أدلة، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر عند الناس اليوم في العقيقة أنه يذبح أكثر من اثنتين للذكر أو الأنثى بحجة كثرة المعازيم، فما حكم ذلك؟ هذا زيادة على السنة عن الذكر شاتان وعن الجارية شات. وذكر العلماء أنه لو ذبح بعير أو بقرة أن ذلك لا بأس، لكن ما يكون فيه شركة، وإنما تجزي البدنة عن واحد والبقرة عن واحد، يعني ما يقال سبعة مثل ما في الأضحية، لا، البدنة عن واحد وعن. فإذا أراد يذبح بعير يعزم عليها أهل البلد ما يخالف. نعم. الشيخ وفقكم الله، ما حكم محلات التصوير وبيعهم لهذه الصور ووضع بعض الصور لبيعها؟ تصوير حرام، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يوم القيامة يجعل لهم بكل صورة صوروها نفس تعذب في نار جهنم، وأنهم يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، يكلفون بنفخ الروح في هذه الصور، هم لا يستطيعون ذلك، من باب التعذيب لهم. فالتصوير حرام إلا ما دعت الضرورة إليه، مثل تصوير البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة أو جواز السفر، هذه ضرورة، أصبحت ضرورة الآن، هذه ضرورة. أما التصوير من أجل الهواية أو الذكريات أو المناظر، هذا كله لا يجوز، حرام، لا يجوز بيعه ولا يجوز عمله ولا يجوز اقتناؤه. الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة أو فيه كلب، التصوير حرام،
التوسع في هذا حرام، ولا يجوز أن الإنسان يفتح محل للتصوير، لأن هذا محل، لأن هذا كسب محرم، هذا كسب محرم لا يجوز. كما لا يجوز للإنسان أن يقتني الصور للذكريات، يجعلها عنده للذكريات، هذا لا يجوز لأنها صور محرمة. نعم، ما عدا الصور الضرورية، الصور الضرورية هذه لا بأس للضرورة إلا ما اضطررتم إليه. ها؟ الصور اللي زادت عندك وانت لابد يوم من اليوم تطلب ما هو طيب، ما هو طيب، اللي زاد اللي ما تحتاجه ما هو طيب تتلفه، اللي ما تحتاجه ضرورة تتلفه. عند الضرورة لا بأس، إذا اضطررت ما في بأس. نعم. إذا التزم بهذا، إذا التزم بهذا صحيح فلا بأس، لكن ما يلتزم بهذا ما يربح، إذا اقتصر على هذا ما يجي يربح. نعم، متى يجي واحد يصور للتبعية ولا صورة حفيظة النفوس؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت بزيارة خالي بمكة، قضيت بها أسبوعين، وجاء وقت الحج ونويت الحج، فأحرمت من بيت خالي وأنا من الرياض، أحرمت جاهلا بالحكم، فما حكم إحرامي وهل علي دم؟ إذا كنت ذهبت لمكة ما نويت الحج، وإنما أنت ناوي زيارة خالك، ثم لما صرت هناك وجاء وقت الحج بدالك أنك تحج، ما يخالف تحرم من مكة، تحرم من مكة، تحرم من المكان الذي نويت الحج منه ولا حرج عليك. أما إذا كنت ذهبت من الرياض ناوي الحج ولم تحرم من الميقات، وإنما أحرمت من مكة، فيجب عليك فدية عن ترك الإحرام من الميقات. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إني أحبك في الله، ما إنني يا شيخ أحب طلب العلم ولكني أكسل، فأرجو أن تدعو لي. ثم لدي بعض الأسئلة، ما حكم التطيب ببعض العطور؟ السؤال الأول وهو أنه يحب طلب العلم، هذا طيب، أرجو الله أنه يزيده من محبة طلب العلم. وأما الكسل هذا ليس عذرا، يترك الكسل ويتوكل على الله ويطلب العلم حسب استطاعته، يحرص والله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك. أما الاعتذار بالكسل هذا ليس بعذر، لو أن الناس يطاوعون الكسل ما عملوا شيئا أبدا، لكن لابد من التغلب على النفس ولابد من الصبر على التعب. الإنسان إذا عرف أنه في طريق طيب وفي طلب علم يهون عليه التعب، لأنه مأجور في هذا. نعم. تقول ما حكم التطيب ببعض العطور التي توجد في السوق، وهو يكثر بين الناس من يقول هذه يمكن أن يكون فيها كحول ولم يثبت من ذلك شيء، فما حكم التطيب بها خاصة لطالب العلم؟ الأصل في الطيب الحلوة لله الحمد، الأصل في الأطياب أنها مباحة، أنها من الطيبات، إلا إذا ثبت أن هذا الطيب فيه شيء من الكحول يعني من الخمر، إذا ثبت هذا فإنه يحرم. أما ما دام لم يثبت مجرد إشاعات أو احتمالات فالأصل الحلو والحمد لله. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، هل ورد إسبان في كم الثوب، وهل كانت أكمام النبي صلى الله عليه وسلم تتجاوز الرسل، وكيف نجمع بين ذلك وبين الأثر الذي يبين أنه للرسل؟ مسألة الكم أمرها سهل، يعني طال أو قصر بالنسبة للرجل أمره سهل، ما لكن الفقهاء يقولون إلى الرسغ، يعني إلى مفصل الكف من الذراع، هذا إلى مفصل الكف من الذراع، وهو ما يسمى بالكوع، ما يسمى بالكوع، مفصل الكف من الذراع، هذا هو الأحسن. أما إن قصر عن الكف صار إلى نصف الذراع أو فلا بأس بذلك، لأن الرجل أمره سهل، ما هو مثل المرأة، المرأة عورة لا يجوز يخرج منها شيء للرجال، أما الرجل أمره سهل، مسألة الكم أمرها سهل جدا، ولكن الأحسن أن الإنسان ما يخالف العادة التي في البلد، يكون لباسه مثل لباس أهل البلد، ما لم يكن عادة أهل البلد محرمة، أما ما دامت عادة أهل البلد ليست محرمة فالأحسن أن لا يخرج عن عادة البلد لئلا يصير محل أنظار الناس واستغراب الناس. نعم. إلى الرسل اللي ثبت في أنه إلى الرسل، يعني الكف، يعني مفصل الكف من الذراع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام صلى بالناس وفي الركعة الأخيرة نسى السجدة الثانية حتى سلم ولم ينبه على ذلك، فماذا يفعل؟ هل يعيد الركعة كاملة أم يأتي بالسجدة فقط؟ ومتى يسجد للسهو؟ إذا ذكر بعد السلام قريبا ما طال الفصل فإنه يعود ويأتي بالسجدة الثانية، يسجد السجدة الثانية ويأتي بالتشهد الأخير بعدها ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. أما إذا كان ما درى ولا ذكر ولا ذكر إلا بعد ما طال الفصل أو خرج من المسجد فإنه يعيد الصلاة كاملة، يعيد الصلاة كاملة إذا طال الفصل أو انتقض وضوءه فإنه يعيد الصلاة كاملة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حصل للمسجد شيء مثل ترميمه وتبرع أحد المصلين بمكان عنده واسع للصلاة فيه مؤقتا، فهل يصبح هذا مسجدا؟ لا، إذا كان أنه ناويه مؤقتا لما ينتهي المسجد ليعمر فلا يصبح هذا مسجدا، لأنه يعني ما نواه مصلا دائما وإنما نواه مؤقتا، فلا يخرج عن ملكه، لا يخرج عن ملكه ولا يكون مسجدا، أن هذا حسب النية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع أشرطة الفيديو التي تسمى أشرطة الفيديو الإسلامية؟ والله أنا عندي تحفظ من مسألة الأشرطة هذه، أنها تسمى بأسماء إسلامية لكن ما هي سليمة ولا مأمونة، فأنا أرى أن الإنسان ما يدخل في هذه الأمور ولا يبيعها ولا يتعامل بها، لأنها أصبحت وسائل شر في الغالب، في الغالب أنها وسائل شر، وكونها بعض الأحيان تستعمل في الخير هذا نادر، والمسلم يترك الأمور التي فيها خطر وفيها اشتباه، تسميتها إسلامية هذا كله من تسميات المتساهل فيها. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، مع أن أشرطة الفيديو حتى ولو سميت إسلامية فيها صور، فيها صور متحركة والصور حرام استعمالها ترويجها، فترك هذا المجال والابتعاد عنها أبرأ للذمة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الله أنزل الإنجيل؟ إن كان نعم فلماذا لا نقرأه ونعمل به؟ نعم، نؤمن ونعتقد وندين الله أن الله أنزل الإنجيل وأنزل التوراة وأنزل الفرقان والقرآن، من جحد نزول الإنجيل فهو كافر، أن الله تعالى يقول في عيسى عليه السلام وآتيناه الإنجيل، ويقول سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، فنحن نؤمن بهذا أن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن وأنزل الزبور وأنزل الكتب على الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما أننا لا نقرأ الإنجيل ولا نقرأ التوراة لأنها نسخت بالقرآن، فنحن نقرأ الناسخ وهو القرآن الكريم لأنه مهيمن على ما سبق وحاكم على ما سبق، فنحن نقرأ القرآن، وأما المنسوخ فلا نقرأه لأنه لا يعمل به إلا في حق العلماء الذين يريدون أن يطلعوا على هذه الكتب من أجل معرفة ما فيها من تحريف وما فيها من موافقة للقرآن، في حق العلماء لا بأس يقرؤونها، أما المبتدئين والعوام وهؤلاء لا يجوز لهم يقرؤون في التوراة والإنجيل. رسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أوراقا من التوراة في يد عمر تغيظ عليه الصلاة والسلام واستنكر هذا الشيء، لأن المطلوب من المسلمين أن يعتنوا بالقرآن الكريم وأن يتركوا هذه الكتب، وإن كانت ربانية وسماوية لكنها نسخت بالقرآن الكريم، ونحن أمرنا بتلاوة القرآن، اتل ما أوحي إليك من الكتاب إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، فتلاوة القرآن هي المطلوبة، أما الكتب السابقة وإن كانت حقا فإنها لا يقرأها إلا المختصون من العلماء فقط. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.